محمية سيدي بوغابة حيث البحيرة تعتبر إرثاً وطنياً ودولياً بمساحة تقدر ب 800 هكتار. هي من أهم المناطق الرطبة المصنفة عالمياً. وسط المحمية بحيرة سيدي بوغابة محطة رئيسية للطيور المهاجرة والمعششة، تتفرد بتنوع بيولوجي حيواني ونباتي وبنظام إيكولوجي استثنائي. كنتواجدوا بالمحمية ديال سيدي بوغابة، هي واحد المحمية طبيعية وكتميز بواحد التنوع ديالها الإيكولوجي والبيئي متنوع ومتميز في المنطقة. كتخللها واحد البحيرة على مساحة 200 هكتار كتستقبل طيور مهاجرة سنويا، وفي هذه المنطقة هذه قدينا باش نحدد تقريبا 200 صنف ديال الطيور المهاجرة اللي هي من ضمن 300 صنف اللي كيتوافد على المغرب. من ضمن الأصناف اللي هي مهاجرة كنلقاو بعدا أصلا البطد والعنق الأخضر، كنلقاو ديك السمرة الغرة القرناء، كنلقاو النحام الوردي، عندنا أيضا دوك الأصناف اللي هي نيشوغ في المنطقة من ضمنها الحدف الرخامي. بحيرة سيدي بوغابة ذات امتداد يفوق 100 هكتار بتوفرها على مكان جد خصب يستقطب عشاق الصورة والباحثين عن مستجدات الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض من الطيور. هذا الموقع يكتسي ميزة خاصة، ويبدو أن الطيور معتادة على رؤية الناس، لذلك يسهل علينا معاينتها عن قرب. ومن بين الأنواع الموجودة بالبحيرة أنواع نادرة وهي مهددة بالانقراض، ليس فقط بالمغرب ولكن أيضا عبر العالم. وهنا يمكن رؤية أزواج من الطيور مرفوقة بصغارها، وهذا جميل جدا. تتوافد على بحيرة سيدي بوغابة ثلاثة أصناف من الطيور المهاجرة وأنواع مستوطنة بصفة دائمة، وأصناف أخرى تتوالد بالمحمية. وتعتبر البحيرة آخر بحيرة للمياه العذبة الجوفية بالشاطئ الغربي للمملكة.